طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، وزير الدفاع الأمريكي يتهم إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية في العراق. وفي المحور الثاني نناقش مطالبة مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم كبريات وسائل الإعلام الأمريكية إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. فاصل ونعود إليكم. اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي يسعى من خلالها العبادي بحسب الوزير الأمريكي للفوز بولاية جديدة. ولم يذكر ماتيس تفاصيل الجهات التي تسعى إيران للتأثير عليها، لكنه قال إنها تقوم بذلك من خلال ضخ الأموال في الساحة السياسية في العراق للتأثير على الأصوات. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لم تكن تصريحات وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل هباء يوم قال إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب، بل إن علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد قال إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت وعاصمتها بغداد حاليا، وهي اليوم ومنذ الغزو عام 2003 تترجم ذلك على أرض الواقع. فمن التدخل العسكري في البلاد وإنشاء ميليشيات طائفية أصبح لها غطاء رسمي، إلى التدخل في سياسات الدولة والتغلغل في مفاصل الحكومات فيها. واليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق لم يخلو المشهد من أصابع إيران فيه. الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على حكومات في العراق صنعتها على عينها، وهي اليوم تشكو نفوذ طهران في مفاصل تلك الحكومات التي تعمل كالعميل المزدوج، تتلقى الدعم ممن احتلها سابقا وتنفذ أوامر من يريد أن يحتلها حديثا. وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اتهم إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيار القادم، والتي يسعى حيدر العبادي من خلالها بحسب الوزير الأمريكي إلى الفوز بولاية جديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عمن تسعى إيران للتأثير عليهم، لكنه قال إنها تقوم بذلك من خلال ضخ الأموال في الساحة السياسية العراقية بهدف التأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات. فحلبة المنافسة في الانتخابات المقبلة تقوم على جبهتين قويتين، حيدر العبادي من جهة ونور المالكي وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري في الجهة الثانية، وكلاهما من أوثق حلفاء إيران في العراق. جيم ماتيس رفض الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الجهود الإيرانية نجحت، لكن ما سيؤكد ذلك وينفيه نتائج الانتخابات بعد شهرين والتي لا يتوقع أن تأتي بجديد، إذ المتصارعون على السلطة بالنسبة للعراق والعراقيين اليوم سواء. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والأستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي من لندن، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ بهجة، كيف تقرأ اتهام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إيران بالتأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ شوف يا سيدي، أنا لا أفهم هذه الاتهامات الآن، وكأنه العراق يدخل لأول مرة عملية انتخابية. ما أنت يا الأمريكان من أتى بالإيرانيين، وهذه المرة الرابعة إيران تتحكم بنتائج الانتخابات، ونعرف حتى فيما عندما فاز علاوي فهم الإيرانيين رفضوا. فأنا أستغرب، وكأنه ماتيس اكتشف الطماطة، يعني أنه إيران تتدخل في الانتخابات بالعراق. ما أنتوا اللي جبتوا إيران، والله يرحمه هذا سعود الفيصل يقول قدمت العراق على طبق من ذهب. هو منو سبب هذا الذي يجري بالعراق، ومن الذي خلى إيران تصير هذا الكابوس؟ فأنا حقيقة يعني من أتابع هكذا تصريحات أخي عمر أقول يعني هل يعقل أنه الولايات المتحدة بهذه السذاجة؟ يعني لا. هذه تصريحات لمصلحة من؟ يعني هي أنا سمعت أنه في زيارة ميدانية داخل الإقليم، داخل المنطقة، زار بها الأردن، زار بها لبنان، زار بها البحرين، وطلعنا بهذا التصريح اللي يعني على أساس أنه اكتشف شيء جديد، وأن هناك تدخل، وأن هناك أموال أمريكية وأنه إيرانية تذخ بكثافة. الكل هي إماعات إيرانية، وأنتم والإيرانيين من حرق العراق.
وكل هذه المجموعات الفاسدة منذ 15 سنة ماذا قدموا للعراق؟ مدعومة من قبل إيران بلا شك أخي. نعم. وهم هذول اللي سرقوا البلد. يعني هو إذا زعلان ماتيس المفروض كان يقول أنه لا يحق لأي فاسد المشاركة في العملية السياسية القادمة، ويضغطون بهذا الاتجاه بصفته وزير دفاع أمريكي. لا، أم بصفته بصفته دولة محتلة. هم يحملنا جميل على أساس أنه يدافع عن الشعب العراقي. نعم. وأنت تعرف أنه هذه الادعاءات الأمريكية الآن تريد تقول أنه على أساس العراق بلد مستقل وأنه العراق بلد ديمقراطي، ويدعون إيران إلى الابتعاد عن التدخل، وهم يعرفون أن الإيرانيين احتلوا مو بس العراق. نعم. معها سوريا، ووصلوا إلى اليمن بدعم أمريكي. بعدين أخي عمر، يعني لنقرأ الموضوع. نعم. بصراحة. نعم. الأمريكان يعلمون بكل صغيرة وكبيرة في العراق. نعم. ويعلمون بوجود كل هذه الميليشيات والمستشارين وكل هذه الأموال للفاسدين، يعرفون أين يعني. نعم. موجودة الآن. هذا التصريح الحقيقة لمصلحة من؟ يعني وين يريد يوصلنا الأمريكان؟ نعم. وهو المشرف المباشر على كل هذا الذي يجري من دمار في العراق. أكثر من هذا أخي عمر، اليوم ماتيس يريد يوصلنا رسالة على أساس العراق بلد مستقل. نعم. وأنه العراق صارت بي ديمقراطية، ويدعون العالم إلى الابتعاد، وأريد أعرف عن أي ديمقراطية يتكلمون هؤلاء الذين حرقوا العراق على. نعم. أكاذيب أضافوا إليها كل الموبقات، أتوا لنا بالفاسدين. نعم. يعني كل هذا الدمار اللي بالعراق الآن، هو ماتيس حريص على الديمقراطية وعلى الاستقلالية الانتخابات بالعراق، ويدعو إيران إلى عدم التدخل. نعم. ما يا سيدي، أنا أقدر أجزم أن الأمريكان مستأنسين على وصول الحشد للحكم. نعم. لأنه راح يبتزون دول المنطقة، وهذه عائدات مالية. عائدات بالمليارات بمجرد وصول أحد فصائل الحشد. بعدين إذا هو يا سيدي يعني يريد يقول لنا بطريقة يعني واضحة، يقول أنه إحنا ندعم العبادي. نعم. أنت تدعم العبادي، يعني العبادي سوى بالعراق. هو سوف نأتي على هذا التساؤل بعد قليل. أستاذ مازن التميمي، هل يقرأ من هذا الاتهام لإيران تدخلها في الانتخابات في العراق على أنه تخوف من الجانب الأمريكي لنتائج الانتخابات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك وإلى المشاهدين. أنا أرى أن هذا التصريح ليس بجديد وليس غريب علينا نحن. يعني أمريكا هي من سمحت لإيران أن تتوغل، أمريكا هي من أعطت الفرصة لإيران أن تتمدد وأن ترعى هذه الميليشيات التي ترعرعت وتربت في حضن وجود الأمريكان داخل العراق. وبالتالي هذا التصريح ربما يدخل من باب ترضاء في دول المنطقة على التي تقول أن هناك تمدد إيراني، وينبغي أن يكون هناك موقف تجاه ما تقوم به إيران من سياسات عدوانية للعراق وللمنطقة. أنا أعتقد أمريكا هي الذي جعلت إيران أن تكون صاحبة القرار السياسي في العراق. أمريكا هي التي تعرف جيدا الآن العراق أصبح مستعمرة إيرانية بالمطلق، ويخضع قرار السياسي إلى ولاية الفقيه، وتتحكم إيران، والحاكم الفعلي هو قاسم سليماني، وهذه حقيقة يعرفها الأمريكان وغير الأمريكان. وبالتالي هناك يعني هناك تقاسم نفوذ، تبادل أدوات. كلنا نتذكر، يعني هل تذكرت أمريكا إيران تتدخل بالانتخابات؟ أين كانت في 2010 عندما اتفقت أمريكا وإيران على أن تلغي العلاوي وتأتي بالمالكة؟ لا، وكان التصريح بموافقة أمريكية إيرانية جاء المالكة إلى سدة الحكم في 2010. إذن هذه التصريحات الحقيقة هي تصريحات يتيمة، وتصريحات تعبر عن فشل الإدارة الأمريكية. وإذا كانت الإدارة الأمريكية لديها من هذه المعلومات، لماذا لا تمنع هذا التدخل؟ ولماذا لم تتصدى لهذا التدخل؟ وكلنا نعرف أنه الانتخابات القادمة مثل الانتخابات السابقة كانت بدعم إيراني وبدعم أمريكي للمحافظة على بقاء هؤلاء الذين جاءوا مع المحتل على أن يكونون على رأس الهرم في العملية السياسية. وهذه الأمريكان يتحمل مسؤوليتها مثل ما تتحمل إيران، لأن هؤلاء أدوات لا إيران ولا أمريكا. ولكن في السنوات الأخيرة أمريكا شبه أعطت الضوء الأخضر لإيران أن تستأسد بالمنطقة وتستأسد بالعراق لكي تبتز دول المنطقة على أن هناك بعبع إيراني يهدد أمن المنطقة،
وتبيع هذه الخردة من السلاح إلى دول الخليج وإلى غيرها، وفعلا تحقق هذا الشيء، استطاعت أن تحلب دول المنطقة مقابل أنه إيران خطر. أمريكا هي شريكة مع إيران، أمريكا هي التي وفرت الغطاء الجوي لميليشيات إيران بحجة محاربة داعش عندما دمرت الموصل والأطباء، وأمريكا هي لديها من الجيش ما يقارب 200,000 عندما احتلت العراق، وتدخل حظيرة من إيران تحت الآبار الفكة. نعم. من هذا التصريح الهزيل الذي الحقيقة هو لا يعبر إلا عن سذاجة من صرح به، وإنما نحن نعرف أنه أمريكا تعرف جيدا بأن من يحكم العراق هي إيران، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا التصريح هو أيضا يراد منه أنه أن تقول أمريكا للمجتمع الدولي ترى أنها تراقب ما يجري في العراق وتعرف ما يدور في العراق. نعم هذا صحيح، أمريكا تعرف كل صغيرة وكبيرة في العراق، أمريكا تعرف من نهب ثروات العراق، أمريكا تعرف النفط أين يذهب، أمريكا تعرف عدد الميليشيات في العراق، تعرف تسليحهم، تعرف أنه حتى التسليح أكثر من تسليح الجيش العراقي، أمريكا تعرف أنه من سلم السلاح الأمريكي الذي اشتراه العراق سلم المالكي إلى داعش في الموصل عندما انسحبت 4 فرق عسكرية. نعم أستاذ معزوم. أستاذ بهجت، يعني وزير الدفاع الأمريكي ماتيس أشار إلى أن العبادي يسعى للفوز بولاية جديدة، هل العبادي برأيك يستطيع موازنة النفوذ الإيراني مع تواجد الاحتلال الأمريكي في العراق؟ شوف يا سيدي، واضح له مقبولية من الطرفين؟ واضح الآن بعد ما تم ما يسمى بتحرير المدن وهذا الدمار اللي شفناه في الموصل وتكريت والفلوجة العزيزة والرمادي وديالة وأنت ماشي حتى كركوك، هذا يا سيدي على أساس أنه هذه مقدمات، وأنه الأمريكان بحاجة إلى شخص يعرف كلمتين إنجليزي. هل معقول؟ طبعاً. اثنين أخي العزيز، الأمريكان يضغطون الآن حتى على دول عربية من أجل فتح العلاقات والتواصل والذهاب وإشعار المواطن، لأنه تعرف هذه الأحزاب كلها فاشلة وكلها لم تدخل الانتخابات بأسمائها الحقيقية، هذه يجب أن يعلمها أبناء الشعب العراقي. ليش هذه الإماعات رفضت أن تدخل بأسمائها؟ لأن أفلست، يعني لأن لا يوجد لديها رصيد. نعم، ممكن العراقيين من أحزاب إسلامية إلى أحزاب مدنية طبعا. نعم، فالآن نتحدث على شخص العبادي. العبادي يا سيدي، العبادي على أساس أنه هذا على بإمكانات الأمريكان أنه هذا أفضل من ينفذ مشروعهم، لكن يا سيدي أنا أقول لك أنه هؤلاء والأمريكان أيضا يعلمون بعد الانتخابات سيتم التآلف والائتلاف والتحالف بين هذه الكتل، وقالها أكثر من واحد داخل حزب الدعوة وداخل الكتل الشيعية، يقول أنه إحنا السقف عالي عندنا تحت سقف المرجعية، التظاهرات الخلافات، لكن عندما يكون هناك الكلام حول رئاسة الوزراء هذا خط أحمر. فمعناها يا سيدي هم مستأنسين، لأنه الأمريكان لا يريدون من يعمر العراق، صدقني دكتور عمر. نعم. الأمريكان أتت بهذه الإماعات لأنها فاسدة وفاشلة، وأنهم ليسوا رجال دولة، والأمريكان من مصلحتهم أن يبقى العراق على ما هو عليه الآن يا سيدي. نعم أستاذ مازن، يعني وزير الدفاع الأمريكي أشار بأن لدينا أدلة مثيرة للقلق كما وصفها على أن إيران تحاول التدخل بالانتخابات باستخدام الأموال، برأيك ماذا تفعل الأموال الإيرانية طبعا إلى جانب نفوذها في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ كيف ستكون خريطة العملية السياسية التي أتى بها الاحتلال الأمريكي في الانتخابات المقبلة؟ موجودة في العراق وتدخلها موجود، ويعني أنا استغرب أنه وزير الدفاع كأنه اكتشف له الآن فد حالة ما غير مألوفة والآن يصرح فيها حتى يشعر العالم بأنه أكو شيء جديد. إيران موجودة بالعراق، إيران أصلاً ليست تتدخل، إيران محتلة العراق. يخطأ من يعتقد بأنه نفوذ، وإنما احتلال إيراني للعراق. يعني كلتنا نعرف أنه هذه الميليشيات مرتبطة بإيران ومرتبطة بولاية الفقيه، وقاسم سليماني هو من يقرر وهو من يعين، وحتى أعضاء البرلمان الوزارات كلها بموافقة إيرانية، الكثير منهم يذهب إلى إيران لاسترضاء إيران أن توافق عليه أن يبقى بالبرلمان، أن يبقى بهذه الوزارة. هذه الحقيقة يعرفها القاضي والداني. الآن جاي وزير الدفاع يقول نشعر بقلق بتدخل إيراني،
لا، إيران موجودة، وبعلم الأمريكان وبتنسيق مع الأمريكان وبتقاسم وتبادل الأدوار مع الأمريكان. سيد الفاضل الآن أكو معلومات كثير أنا ما متأكد منها لكنه تطرقت إلى وسائل الإعلام، هناك لقاءات بين السفير الأمريكي والسفير الإيراني في أربيل، تبادل وتشاور حول الانتخابات القادمة. فعليه من هذا وزير الدفاع؟ يعني ما يعرف السفير الجيش تحرك ببغداد ومع من دي يلتقي، بعدين هو يراهن على من؟ يراهن على العبادي، يعني العبادي هو خرج من عباءة إيران، وقبل أسبوع العبادي دمج ميليشيات إيران بالجيش، وشرع عن الميليشيات أن تكون الجيش العراقي القادم هو الحرس الثوري، نسخة للحرس الثوري الإيراني، وهذه كانت أيضا بمباركة أمريكية. فعن أي انتخابات هو متخوف؟ وعن أي حالة هو متخوف؟ الانتخابات هي مجرد كذبة، وعلى العراقيين الشرفاء وأحرار العراق أن يقاطعوا هذه الانتخابات، أنها لن تقدم أي شيء بقدر ما أنها ستكون وبال، وسيأتون بنفس الوجوه، وربما مثل ما جزأوا وفتتوا هذه الكيانات إلى أسماء أخرى، لكنهم بنفس العناوين وبنفس الشخصيات ستحكم العراق، وستكون العجلة أسوأ بكثير مما كانت في السابق. ولذلك أنا أعتقد أنه على الإدارة الأمريكية، على الإدارة الأمريكية أن تخجل من هكذا تصريح إذا كانت هي قادرة على أن تمنع لماذا لم تمنع؟ لماذا لم تحاسب؟ لماذا لم تقدم إيران إلى المحاكم على تدخلها في العراق إذا كانت لديها المعلومات والأدلة؟ ولكن أنا أعتقد هذه كلها مجرد بالونات لدفع الشبهة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها مع إيران في موضوع العراق. أمريكا ربما تختلف مع إيران خارج حدود العراق، لكن في العراق متفقة ومتطابقة 100% مع إيران، وهي التي سمحت لإيران وتسمح لإيران أن تقوى في العراق. وكلنا نعرف أنه من يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق لم تكن هناك ميليشيات في العراق، والآن أكو 120 ميليشيا، والأمريكان هم موجودين وهم من صنع العملية السياسية وهم من دعم هذه الميليشيات، وحتى هذه الميليشيات قامت بعمليات خطف أعلن عنها من قبل الأمريكان، وقامت بعملية سجون سرية، وقامت بعملية ابتزاز، وتستعرض عسكريا بسلاح متطور أمام مرأى الأمريكان. على من يتحدثون أنه يتخوفون من التدخل الإيراني؟ لا، إيران هي محتلة العراق وبموافقة أمريكية، وللأسف الشديد هناك بعض الحكومات العربية تسعى لتقوية وتعزيز حكومة العبادي اللي هي حكومة ظل إلى إيران، وهي حكومة مرتبطة بإيران وتحكمها إيران، وهؤلاء يريدون من هذه طوق النجاة لهذه الحكومة، وكأنه العبادي خارج عن السرب ورد شخصية وطنية ويعمل من أجل العراق، وهو جزء من حزب الدعوة بالقيادة في حزب الدعوة، ويتحمل ما جرى للعراق حال الآخرين اللي موجودين بالعملية. نعم أستاذ مازن. أستاذ بهجت، يعني هو قال بأن المال الإيراني، وزير الدفاع، يستخدم للتأثير على المرشحين وعلى الناخبين، يعني هل يتم إعطاء أموال إلى المرشحين للانضمام إلى قائمة معينة، أو الضغط عليهم للانسحاب من قائمة، وكيف يتم توزيع هذه الأموال إلى الناخب؟ كيف تصل؟ هل تصل عن طريق الأحزاب أم تصل عن طريق مكاتب إيرانية مثلا؟ لا، تصل مباشرة عن طريق السفارة الإيرانية في بغداد. بالمناسبة ليس يعني فقط الأحزاب الشيعية، نعم، الدعم الذي يتكلم عليه ويقول أموال طائلة ليس للأحزاب الشيعية، ومثل المالكي وهادي العامري والبقية الباقية اللي على أساس أنه يعني العبادي مو من هالمجموعة، على أساس هو أفضل، ما يعرفون أنه هؤلاء كلهم شاربين من حليب إيراني. بالنتيجة يا سيدي هؤلاء يخدمون المشروع الإيراني، والإيرانيين بالمناسبة أذكى من الأمريكان في العراق، يعني يدعمون السنة ويدعمون بعض الأحزاب الكردية الآن، ويدعمون أحزاب سنية، وحتى ناس معممين سنة. إيران تدعم لأنه إيران تفكر بمستقبلها وتريد أن يبقى العراق على هذا المنوال، لن تقوم له قائمة إلى أن يتم تشييع كل العراق. الإيرانيين أذكى من الأمريكان. ويا سيدي الأخ أستاذ مازن قال أنه يعني تفاجأوا الأمريكان أنه الآن، لا يا سيدي، وأنا أيضا قلتها، لا يوجد مفاجأة. الأمريكان هم من يدعم إيران في المنطقة، وهم من يقوي إيران في المنطقة. وتخيل أنت في زمن الحصار لإيران وصلت إلى 4 عواصم، هذه يا سيدي كلها مقدمات. وكل ما يجري الآن من القول بهذا المجال يا سيدي، الإيرانيين مستعدين يدفعون كل الأموال اللي موجودة
علما انت شوف انت وضع الايراني داخل ايران، مآسي وحرمان وفقر وجوع وتظاهرات، بس بالنسبه لهم انه الحس الامبراطوري انه احنا وصلنا الى 4 عواصم، فمستعدين يا سيدي يدفعون المليارات لكل حتى لمن يخاصمهم علنا. يعني هناك بعض المجموعات على اساس انه هي ضد ايران، لكن في العمق وفي التواصل الايرانيين يدعمون. ومن هنا يا سيدي لا استبعد انه بعد الانتهاء من هذه الانتخابات هذه، يعني اذا تمت بالمناسبه، لانه انا ادعو اهلي وناسي وكل اشراف العراق ان ينهوا هذه المسرحيه. اخ عمر والله عار ان تستمر هذه المجموعات البائسه الى اليوم في العراق تحكم. المفروض يوم الانتخابات كل ابناء العراق يخرجون الى صناديق الانتخابات، يقفون امام صناديق الانتخابات ويمنعون، وتصل رساله الى العالم: لا نريد ديمقراطية تذبح أبنائنا، لا نريد ديمقراطية دمرت العراق، لا نريد ديمقراطية اليوم العراق من أسوأ دول العالم. وأن ننهي، وعلى الشعب العراقي شيوخ العشائر الأشراف أن من الآن يهيئون نفسهم من أجل الخروج يوم التظاهرات. أخي العزيز أستاذ مازن التميمي، يعني أنت أشرت إلى ما حدث في عام 2010 والصفقة الأمريكية الإيرانية باستبدال إياد علاوي بنوري المالكي لولاية ثانية، هل تتوقع أن يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة؟ وربما يتكرر بشكل أسوأ. يعني ألم تعلن الميليشيات أنه الحكومة القادمة للانتخابات القادمة سيكون رئيس الوزراء من الحشد أو من الميليشيا؟ ألم تسمع أمريكا بهذا التصريح؟ يعني هذا التصريح عندما لم يكن صدفة أو رد فعل آني، هذا التصريح مخطط إلى ومرسوم إلى أن يكون العراق إذا كانت هناك ما يسمى حكومة تدعي أن أمريكا هذه حكومة مدنية، يراد من هذا التصريح الذي يرأي أن تكون حكومة ميليشياوية مرتبطة بإيران بالمطلق. ولذلك عندما يعني شنو اللي راح يتغير حتى أنه سيناريو عام 2010 ما يتكرر؟ لا، سيتكرر بشكل أسوأ، لأنه الوجوه التي شاركت في 2010 والآن أضيف إليها قيادات الميليشيات التي جزء منها ربما ما كان على بالصف الأول للسلطة، الآن كل القيادات الميليشياوية هي من يحكم العراق، وهي السلطة الفعلية على الأرض، وهي من يتحكم القرار السياسي، وهي من يخضع لها العباد. وبالتالي أمريكا في تقديري متفقة على هذا السيناريو، ونعم هذه الانتخابات لن تختلف عن سابقاتها وستكون دمار مضاف أكثر بكثير من الدمار الذي حصل قبل عام 2018. ولذلك نطالب العراقيين الشرفاء أن يقاطعوا هذه الانتخابات، ويكون هناك اعتصام رافض لهذه الانتخابات لكي يشعر العالم بأنه العراقيين رافضين هذه الانتخابات، حتى لا تتحجج أمريكا وإيران أنه هؤلاء جاءوا من صناديق الاقتراع. تكون رسالة للعالم أنه العراقيين رافضين، وعلى المجتمع الدولي أن يفهم هؤلاء لا يمثلون العراق ولا يمثلون أي واحد من الشعب العراقي بقدر ما يمثلون الأجنبي والأجندة الخارجية. وإيران تهيمن مثل ما ذكر ضيفك الأستاذ الأخي العزيز بهجت. نعم، إيران تهيمن على القرار ليس فقط من هذا اللون، وإنما لكل الألوان. إيران تسيطر وتشتري كل النماذج الموجودة بالعملية السياسية، سواء عن طريق المال عن طريق التهديد، وهذه حقيقة. وبالتالي كل ما موجود بالعملية السياسية من رموز هم يخضعون إلى إيران، سواء كان من الشيعة الصفوية أو السنة الصفوية، هؤلاء كلهم أو الأكراد كلهم جميعا يخضعون الى ايران والى سيطره ايران، ويغازلون ايران ويسترقون ايران. فبالتالي لا 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 يضحكون على ذقون العالم بان هناك انتخابات وديمقراطيه، اي ديمقراطيه يتحدثون عنها؟ وكيف يستقيم المنطق ان تدعي دوله انها ستقوم بانتخابات وموجوده 120 ميليشيا مسلحه؟ نعم استاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ بهجت الكردي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. طالب مركز بحوث العولمة الدولي بتقديم عدد من كبريات وسائل الإعلام الأمريكية إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. وقال المركز إن تلك الوسائل يجب أن تحاسب قضائيا، لا سيما أن ترويجها للاحتلال أسفر في نهاية المطاف عن زرع الدمار وعدم الاستقرار في العراق. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. وسائل إعلام أمريكية في دائرة المساءلة بعد 15 عاما من غزو العراق، حيث أثير مؤخرا ملف ما سمي بمروجي الحرب على العراق، وذلك مع اقتراب الذكرى 15 لاحتلال البلاد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. مركز بحوث العولمة الدولي، وعبر مقال نشره الصحفي الأمريكي أنتوني فريدا، طالب بتقديم شبكة الإعلام الأمريكية CNN وشبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام الكبرى في البلاد إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. فعملية الحرية من أجل العراق التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش لم تعد بالنفع إلا على كبريات شركات النفط العالمية التي وضعت يدها على أهم ثروات العراق، حقيقة تتناقض تماما مع ما روجته وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية على حد سواء. المنصات الإعلامية الأمريكية المشار إليها في تقرير مركز بحوث العولمة لعبت دورا محوريا في شرعنة احتلال العراق بتشكيلها رأيا عاما عالميا تم إقناعه بأن العراق يشكل خطرا على الأمن العالمي، مثل امتلاكه أسلحة دمار شامل وتحالف النظام العراقي السابق مع تنظيم القاعدة آنذاك، ادعاءات سرعان ما ثبت بطلانها إبان سنوات الغزو الأولى. ويقول المركز إن الإعلام البديل أو المناهض لعب دوره في فضح أكاذيب غزو العراق وتفنيد ادعاءات المروجين لتلك الشائعات، والتي كان من نتائجها سرقة ثروات العراق وقتل مئات الآلاف من مواطنيه وتشريد الملايين منهم وتقويض سيادته ورهن حقوله النفطية لكبريات الشركات العالمية التي شجعت هي الأخرى على اجتياح العراق بدوافع اقتصادية. لكن الأهم برأي كثير من العراقيين هو تقديم قادة حرب العراق إلى المحاكمة، لا سيما بعد اعترافهم عبر مذكرات خاصة نشرت على وسائل الإعلام بأن خطر العراق على السلم العالمي هو محض افتراء ليس أكثر. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الشيخ عبد القادر النايل الناشط العراقي المستقل من عمان، والأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل كذلك هنا معنا في الاستوديو. شيخ عبد القادر، يعني استمعنا إلى هذا التقرير، مركز بحوث العولمة الدولي طالب بتقديم عدد من كبريات وسائل الإعلام الأمريكية إلى المحاكمة بتهمة نشر الأكاذيب التي قادت إلى غزو العراق وتدميره. كيف يتم محاسبة هذه الوسائل الإعلامية الأمريكية قضائيا برأيك؟ أهلا وسهلا بك أخي عمر وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الأستاذ بهجة الكردي. حياك الله سيدي. معلوم تماما أن الصحافة تلعب دورا مهما في نقل الحقائق وتعكس حرية الرأي والتعبير، وهي السلطة الرابعة التي تعمل لمصالح الناس، ولذلك سميت بالسلطة الرابعة لأنها تراقب عمل كل الأنظمة والحكومات من أجل انتزاع الحقوق للناس والدفاع عن المجتمعات ورفع الظلم عنهم. إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية التي عكست صورة تزييف الحريات والديمقراطيات التي يدعون بها وحرية التعبير وأنهم إعلام مستقل، عكست الصورة الحقيقية للوجه الحقيقي للسلطات الأمريكية أنها إعلاما ليس مستقلا، إنما مملوكا يتبع أجندات ويريد تحقيق أجندات. لذلك أن لعبت الدور
الخبيث والواضح تماما وسائل الإعلام الأمريكية في تسويق أكذوبة الحرب على العراق، وهذه حقيقة تتنافى تماما مع أن الصحافة وأن الإعلام يبحث عن نقل الحقيقة بالوقائع وبالأدلة، إلا أنها غيبت دون أن تكون هناك أي نقل لحقيقة أو وجه رأي آخر، وبالتالي سوقت الأكاذيب تلو الأكاذيب من أجل شرعنة الاحتلال الأمريكي والاحتلال الغربي على العراق وتدمير شعب. ومعلوم تماما أنه أي إضرار بالفرد أو المجتمع أو حتى النظام العام للدولة التي يقبع الناس تحت نظامها القانوني، هناك مواد قانونية عالمية على الصحافة والإعلام، يعني المادة 20 من قانون تنظيم الصحافة هو أكد على أن التحريض أو تكدير السلم الأهلي أو الذهاب باتجاه تترويج الأكاذيب للتحريض على القتل أو الغزو أو العمل العسكري تحت أي مسمى آخر لأجل إنهاك أو ترويع الشعوب، فإن هناك حقيقة مواد قانونية واضحة. إذا كان هناك قضاء عادلا فإنه مركز أبحاث العولمة أو الصحفيين الذين انتهجوا إلى كشف والدعوة إلى مقاضاة وسائل كCNN الأمريكية ونيويورك تايمز كصحيفة، فإنه هناك مواد قانونية واضحة كالمادة 200 أو المادة 187 أو المادة 168 من القوانين الدولية الخاصة بجرائم الصحافة أو جرائم الإعلام، التي تنص على حقيقة حبس وسجن كل من روج على التحريض باتجاه ترويع أو تكدير السلم أو إنهاء مجتمع أو الدعوة إلى حرب على مجتمع، وتبين أن دعوتهم كاذبة وواضحة، فإنه ينبغي أن يكون هناك قضاء. أولا هناك قوانين وأنظمة تحدد على مستوى الفرد الصحفيين، وقوانين أخرى تذهب باتجاه التعويض، وقوانين أخرى تذهب باتجاه سحب وتعطيل القناة أو الصحيفة التي حرضت على الأكاذيب. لذلك هناك حقيقة مجمل من العقوبات على تلك القنوات، لكن كما معلوم تماما اليوم العالم يعيش في حديقة أو في غابة ليس فيها قوانين، لأن السلطة مستفردة فيها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ بجت، معروف بأن الإعلام يلعب دور، يعني على سبيل المثال في العام 2003 وزارة الدفاع الأمريكية خصصت فريق إعلامي يضم 500 صحفي وتم تزويدهم بتعليمات محددة لتغطية الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وهناك تم عرض صور بجندي أمريكي يقوم باحتضان طفل بعد مقتل والدته ونقل صورة وردية عن الجندي الأمريكي في العراق. اليوم مركز بحوث العولمة قال بأن وسائل أو كبريات وسائل الأمريكية والوسائل الأمريكية للإعلام كانت أحد الأسباب بمقتل 1 مليون عراقي منذ العام 2003 بسبب الأكاذيب التي ساقتها وروجتها ونقلتها وأكلتها عن القيادة الأمريكية في ذلك الوقت، إن كان قبل الغزو أو بعد الغزو. شوف يا سيدي، الأمريكان بالمناسبة، أنا يعني مع تحياتي لهذه المجموعة اللي تحاول ودا تعمل، لكنه بالمناسبة يا سيدي كان المفروض على هذه المراكز أنه الآن تقول إن لماذا ترامب يعين عسكرية أمريكية بالاستخبارات كانت تعذب أولادنا في أبو غريب، وكانت تصور أمام جثث أبنائنا الأبرياء، ما كان أكو لا الدواعش ولا هم يحزنون، يعينوها يا سيدي ومسؤولة الاستخبارات الأمريكية. فيا سيدي أنا أقول أن هؤلاء لا يصدقون فيما يقولون. هذا على فكرة المركز نعم. كندي وليس أمريكي. كندي نعم. الجرائم اللي ارتكبت بالعراق يا سيدي اليوم أكثر من حتى رئيس أمريكي يقول أنه كان عمل غير مبرر وأنه كان عمل خاطئ، ويطلع كولين باول يعتذر، ويطلع أكثر من شخص من الذين شاركوا في هذه الجريمة. الصدمة والروعة، تذكر هذا الشعار، الصدمة والترويع. والترويع، الصدمة والترويع يا سيدي، هذا اللي جاء نبي رامسفيلد. هذا يا سيدي المشروع إلى اليوم يدفع الشعب العراقي ثمن تلك الجرائم. تصور وصلوا إلى مرحلة قبل الاحتلال بأسابيع بشهر اكتشفوا قنوات كالعربية وغيرها جاءوا بها من أجل هذا.
من أجل تغطية جرائمهم وتبييض تواجدهم داخل العراق. أكثر من قناة عربية كانت تعمل لصالحهم، وليس بس القنوات الغربية يا سيدي، جملوا هذا الاحتلال وعلى أساس أنه تحرير. وأنت تذكر بوش قال أنه القرار هو الحرية للشعب العراقي. أي حرية للشعب العراقي؟ وإحنا نشاهد اليوم الشعب العراقي اليوم في محنة الدهر. لا. مجموعة من الفاسدين، مجموعة من الظلمة، لا ذمة ولا ضمير، لحد الآن تحكم، والأمريكان لحد الآن ما صحت ضمائرهم يا سيدي. العالم هذا كله يتفرج على أبناء العراق، لا زالوا الملايين داخل المخيمات. لا زالوا الأمراض والجثث موجودة في 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 المدن اللي دمروها. كل هذا يا سيدي جرى بعمل منظم. الولايات المتحدة تجاوزت الأمم المتحدة والقانون الدولي وجاءت من أجل ارتكاب هذه المجزرة. لا. المفروض كل الأمة، كل رجالات القانون، الجامعة العربية، كل المؤسسات القانونية والعربية اللي موجودة، اللي العراق كان جزء من عدها، لكن لأن هؤلاء فاسدين تخلوا عن كل هذه المطالب بأن يتم تعويض الشعب العراقي عن الجريمة. يعني هذا الذي جرى بالعراق يا سيدي، المفروض الولايات المتحدة اليوم تعمر كل قرية وكل مدينة موجودة بالعراق وتضع أقل شيء 3-4 تريليون دولار تحطه بالعراق، لأنه هم سبب هذا الدمار وهم سبب من جاء بعد الاحتلال يا سيدي. نعم. أخي عمر، أنت لو تعرف كم من حجم الذهب اللي سرق من المتاحف. نعم. كم من المصائب اللي تمت على أرض العراق على أيدي هذه الزمر. نعم شيخ عبد القادر، يعني التقرير كما تحدث وجاء في تقرير قناة الرافدين، تقرير مركز بحوث العولمة، جاء فيه يجب محاكمة طبعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش الابن وتوني بلير وقيادات أمريكية أخرى، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية التي روجت إلى هذا الغزو والاحتلال. برأيك من هي الجهة القادرة على محاسبة، لو تحدثنا فقط عن وسائل الإعلام التي روجت لهذا الغزو والاحتلال؟ من المؤكد تماما أنه لو كان هناك قضاء عادلا، أنه هكذا مركز أو حتى في كندا بالاستطاعة أن يكتسب الدرجة القطعية في القضاء في إصدار حكم ضد تلك وسائل الإعلام الأمريكية التي ساهمت في تثبيت حقيقة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ولديه ارتباطات بتنظيم القاعدة في أفغانستان. نعم. هذه القضية حقيقة لم يروج. ما بعد الاحتلال وما بعد كشف أكذوبة عدم وجود أسلحة الدمار الشامل أو عدم وجود أي دواعي أو أدلة لارتباط النظام السابق في العراق وحكومته بتنظيم القاعدة، كل هذه الجريمتين انتقلوا إلى ما يسمى التحرير. لذلك إذا المتتبع والراصد لكل الإعلام في تلك الفترة قبيل الغزو ركز على هذا الهدفين وهذا التحريض الكبير الذي يكدر السلم، والذي اليوم يعيش العالم بسبب انهيار السلم الأهلي بسبب هذا الغزو وباعترافاتهم هم، حقيقة يستطيع أن يقيم هذا المركز دعاوى حقيقية بالقضاء الأمريكي أيضا لو كان هناك قضاء. ثم أن هكذا قوانين أساسية حقيقة كندا موجودة ومسجلة ضمن محكمة الجنايات الدولية، وبالإمكان الذهاب إلى المدعي العام من دون أن تكون معوقات كما يحتاجها العراقيون الآن إذا أرادوا أن يقيمون أمام محكمة الجنايات الدولية الكبرى. لذلك فإن هذا المركز إن لم يكن فقط بأنه يوصف حتى يجلب الأضواء على نفسه، عليه أن يسلك الطرق الحقيقية للإعلامية، وهذه الطرق تبتدأ بأن يكون هناك حقيقة أقل تقدير مقاطعة من قبل كندا كخطوة أو أولية من قبل القضاء الكندي بمنع وهكذا وسائل مشاهدة في كندا، ثم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية. يعني من الناحية القانونية شيخ عبد القادر، يجب أن يحصل هذا المركز على توكيل من ذوي ضحايا الحرب. يعني على سبيل المثال لدينا عشرات الصحفيين الذين قتلوا في العراق فقط في 21 يوم من بداية الحرب التي يمر ذكراها بعد يومين 15 عاما، فقط لمدة 21 يوم قتل 12 صحفي في العراق. يستطيع ذوي هؤلاء القتلى من الصحفيين بالتعاون مع هذا المركز أن يقوموا بتقديم شكاوى برأيك؟
أولا هناك نقطتين في هذا القانون. نعم. قانون 200 المحدد لجرائم العقوبات على وسائل الإعلام التي تحرض تحريضا كاذبا على تكفير السلم الأهلي أو تقويض نظام يعيش ناسه أو مجتمعه ضمن قانون لهذا النظام وما حدث في العراق ينطبق على هذه القضية، يستطيع أن يقيم دعوة عامة لأنه كذب على الرأي العام، وهذه القضية لا تحتاج إلى توكيل. ثانيا القضية أيضا لا تحتاج فقط إلى توكيل الصحفيين، ثم بسبب الدفع والتحريض من تلك القنوات على الشعب العراقي، كل متضرر من الشعب العراقي طبعا يستطيع توكيل هذا المركز. ومن هنا نعلنها عبر قناة الرافدين، عبر قناتكم، أن العراقيون مستعدون للتعاون مع مركز أبحاث العومة في كندا ومن يقيمون عليه في تسهيل كافة التوكيلات والوكالات الخاصة بهذا الغرض، إذا كانوا هم جادون في هذه العملية، لأنه نحن في العراق نواجه أننا لابد أن نقيم دعوة قضائية داخل العراق ثم ترفض حتى نقيم دعوة في دولة إقليمية أخرى ثم ننتقل إلى الادعاء الآن المحكمة الجنائية، وهذا حقيقة يعني متعذر بسبب الظروف الموجودة داخل العراق وبسبب تسييس القضاء على العراقيين الذين أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق لإقامة دعاوى على وسائل الإعلام، على رؤساء، على دول، كلها ساهمت في إيذاء وتدمير الشعب العراقي، لأنه سلسلة طويلة ومعقدة، وبالتالي هناك عقبات موجودة داخل العراق تحول دون الحصول على هكذا أجل. أما هم كمركز أبحاث وككندا هي بالمباشر لديها قضاؤها ولديها أنها مرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية وتستطيع أن تصدر هكذا قرار أو هكذا دعوة، وبالتالي نحن نتعاون مع كل من يريد أن ينصف العدالة الإنسانية في العالم، ليس فقط ينحاز القضية العراقية العادلة. لذلك نحن مستعدون لتدليل كافة العقبات وإيجاد كافة التوكيلات للمركز إذا كان جادا في إقامة دعوة في كندا والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا حقيقة نعلنه عبر قناة الرافدين وعبر كل من يوصل الصوت لمركز حقيقة الأبحاث في كندا. نعم أستاذ بهجت، كيف ترى نقل وسائل الإعلام الأمريكية للأحداث في العراق بعد مرور 15 عاما على الغزو؟ شوف يا سيدي، الأمريكان ماكينة إعلامية يعني تجيز صناعة الخبر والتغطيات، وأنت تعرف أنه إمكانيات عملاقة. نعم. اللي جرى من الاستغلال للقدرات الإعلامية لم يجري في تاريخ الحروب الكونية كلها، هذا الشريط الذي تم تركيبه على جعل العراق بعبع وجعل أنه إمكانيات العظمى وجعل أنه ممكن عنده أسلحة تدمر أي عاصمة أوروبية. نعم. وفي الوقت اللي العراق كان بلد محاصر وأنه البلد العراق بكل المؤشرات اللي ظهرت إلا بعد الاحتلال كما قال الأخ الشيخ عبد القادر كلها كانت أكاذيب ومبنية على أكاذيب، وإحنا اليوم يعني نحاول أنه ندعو إلى محاسبة بلير وإلى محاسبة بوش باعتبارهم مجرمي حرب. لكن يا سيدي الأرواح من راح يعيد لنا إياها، وهذا الدمار من راح يعيده، وهذا الذي جرى يا سيدي أنت شوف إلى حد اليوم الآن إلى حد يومنا هذا تلمع أمريكا على أنها تقصف الدواعش حرقة نص الموصل. نعم. لحد اليوم أكثر من 10,000 80% من الموصل أكثر. نعم. من 10,000 شهيد من الأبرياء لا زالوا تحت الأنقاض. نعم. وتطلع قنوات أمريكية وعربية على أنها الحرب على الإرهاب، وهذا العراق كله تم حرقه. نعم. تهجير أبناءه، ولحد الآن هناك من يقوم بتلميع دور أمريكا في العراق ونازل لي على روسيا في الشام على أساس ما هو شنو الفرق بين الدمار إذا كان روسي وإذا كان أمريكي؟ ما هو الدمار شمل أبناء المنطقة كلها يا سيدي وتدمير كامل ومنظم. وأنا أقول لأخي الشيخ عبد القادر يا سيدي ليس للعرب ولا للمسلمين حقوق في هذا الكون أبدا، هذه الأمم المتحدة أمم مزيفة. لا يجب أن تقال، لا يوجد حقوق، ولهذا أدعو أبناء شعبي أن يخرجوا مرة وإلى الأبد. نعم. يخرجوا وينهوا هذه المسرحية والديمقراطية اللي جاءت بها أمريكا يا سيدي. نعم. شيخ عبد القادر، ما هو الدور التي من الممكن أن تلعبه وسائل الإعلام خاصة العربية، وسائل الإعلام العربية بإعطاء صورة حقيقية عن الوضع في العراق؟
من المؤكد تماما أن الوضع في العراق بات واضحا ويمكن لأي وسيلة أن تكون ناقلة للحقيقة لما يجري في العراق، لأن نعم. الشعب العراقي يعني اليوم الوسائل الإعلام تكون يعني مسيسة وتكون في من وقت إلى آخر، ربما تجد قنوات من وقت إلى آخر متغيرة في طرحها. وهذا ما أردت أن أصل إليه، أنه الظروف الإعلامية تحتم على أخلاق المهنة أن تكون، وهكذا هو دور الإعلام. لماذا سمي بالسلطة الرابعة؟ لأنه ينحاز إلى مصالح الشعوب بقضية واضحة وينقل حقيقتها للعالم، لكن لأنه الإعلام مسيس ولأنه الإعلام يريد أن يجمل صورة الحكومات فقط وصورة من يريد أن يستفيد من هذه القضايا، ترى أنه لا ينقل الحقيقة. أما أنه كيف تلعب في نقل الحقيقة تلعب دورا هاما وكبيرا، لأنه حقيقة لا يوجد ربما سوى 5% من الإعلام من ينقل الحقيقة عن واقع العراق. نعم شيخ عبد القادر نايل الناشط العراقي من عمان كان معنا، شكرا جزيلا لك، وأشكر الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.